السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على إسلام سليماني والصفارات الاستهجان الكبيرة من طرف جماهير بريست ضد إسلام سليماني في مباراة بريست بالوريو أمس، وين جماهير بريست غير راضية بالمستوى الجزائري سليماني، والجماهير بريست كانت تنتظر الكثير من المهاجم سليماني، لكن حدث العكس تماما. حنا بيقولوا لكم هذا إسلام سليماني، شو كنتوا تقارعوا منه؟ هذه بريست كنتوا تقارعوا يعني من إسلام سليماني، كنتوا تقارعوا من إسلام سليماني برحمة الوالدين، كنتوا تقارعوا له باللي كيما هولندا، كنتو تقارعوا بلي هولندا غادي يقول لكم بلي غادي يديروا عريضه كبيره ويقول لك يا ودي كيما هولندا بلي يا ودي لي فرونسي والجماهير الفرنسي يقول لك لا لازم نطردوا راهي ماركي بزاف. هذا نورمال، هذا كنتو تنتظرون منه، راهو يلعب دعاوي تاع الخير وصحيح، ويلعب بسبب هذا المدرب اللي راه دايره، يعني داروا شي يكون لعاب ضعيف المستوى، محدود فنيا، نهضروا الصح، ضعيف المستوى محدود فنيا، يعني وان جاءت الكره يعني في العلالي على الراس فنعم، اما غير ذلك فلا تنتظر منه شيء اخر. لعاب لا يستطيع المراوغه، شجره ما تشي تريبليها او عمود كهربائي اللي عنده أزارو يعني رايح كيما يقول لك يحطم له، هذا مكان كيما يقول لك كيما يقول لك شاهد تريبلا راموس ديالو تيما تصح الان تريبلي انا تجيب لي تريبل كيما تاع الاخر كيما تاع ادم الناس كي تريبلي غادي يجر ويعطي كرة مفتاحية للهدف اللي يجي موراه كيما مشي هذا البولت هذا اللي فات البولت اللي قبله كرة مفتاحية كيفاش يضرب كيفاش يدير النهار كاع ساماري فيزا البولت كو جا فما كناف مليح يضربها براسو يقدم راسو مشي يقدم يده ضربت في يده ودخلت ضربت يده مشات له مع يده ودخلت كو فما جا ناف مليح مشي غمض عينو ينطح فيها وقت الجلال تلقاها هماكم احنا شفنا ورانا ساكتين معليش حال دايرين باللي كبير سمحونا بنا نهضروا نعاودوا نولوا نتكلموا على اسلام سليماني. هذاك هو حدو اسلام سليماني، انتم تقارعوا له باللي غادي زعما حاجه كبيره ولا ياكم غالطين. اسلام سليماني مع المدرب زهرت له صعيكه، اسلام سليماني هنايا انا اسلام سليماني نشوف رايح كوب دافريك نعرفو بلي ما غاديش يماركي، 2013 ما ماركاش 2013 ما ماركاش كنا بسبب وحنايا قتلنا معيا في غولي نعقل 2013 معيا في غولي مد له كونت تونس دقدقنا تونس 500 باس امام تونس دقدقناها سليماني معايا يعطيه في راسو ضربت في البارين عقل عليها خرجوا فاس ضربها على الكارديا جابي بلوكيها طاح روحوا عاودوا تفرجوها تاع 2011 تفرجوها 2013 روحوا عندها تفرجوها روحوا شوفوا غير بريمير ميتو برك مي كان يلعب يا ودي خرج فاس ضربها على الكارديا عطاها له في غولي يمشي وقف قاعد يشوف فيه ديكوتا منه طاح وحده خرجوا طاح مي طاح دلوها شاهاك انت خسرتها 2017 قالوا بروجيكتير واحد مشارك انت نسمعوا باللي كنت راه تشوف ايطو شارك مع شحال من الكوب دافريك حسبوا شحال ماركي من البيت حنايا ناف يقول لك حنا اسطوري ماركي مع من ماركي يا ودي ماركا مع ماركا الله يرحم الشوابين قلعوا لي تاع البنت تاع الروس يا شاه ماركا اسطوري يعني لعب اسطوره وضحى ودار من هذا مدرب دايرو كبير هذا مكان مدرب شحال من خطا يطيح الصحافه على رساله هذا المدرب
طيح الصحافه تاع البي اسبور اللي قال لهم، قال للصحافه علاش تضحكوا بونجاح يلعب في البارسا، حطتها البي اسبور وبعد قلعوها. ماشي قال لكم تلعب في البارسا، يلعب في البارسا ولا الشيطان مدرب يقول لك بلي الجوار هذا يلعب في البارسا. انا اللي قال لهم تشافي قال لهم بونجا قال لهم لاعب كبير، قلت له شوفوك ان شاء الله بربي تروح تكذب البارسا وشوفوك لا تدي هذا اللاعب كبير ولا غير هدره لاعب البارسا راه يدلل. كما قال لك قال لك قال لك عطال عطال راه رايح راه رايح رايح البارسا. قلت لكم غادي يدو غادي يدو سبيط يدو سبيط يدو سبيطار بعد يعيطوا يبنوا سبيطار، يبنوا سبيطار تاع الدوزيطاج في الجهه اللي يجري معاها دوزيام ايطو فيك تتحول مليها يعني سبيطار يديروا له طبيب معاه يجري طنقت. وين جا ناوي خرج اللاعب الجزائري سليم سليماني على اثر تبديله في مقابله لفريقه بريست او فما كيفيقوا ناس تفيق ما كان حاسب انا في هنا في وهر ولا في تشاكر ولا يصفقوا عليه ما قلت ناس تفيق راه خويا بركي 10 مصيفيقوا بيك. وين تبديله في مقابلة فريق بريست أمس الأعد تحت صفارة استهجان والتي طالته من طرف مشجعي النادي، ويبدو أن اللاعب شباب الوزداد السابق لا يوجد في وضعية مريحة رغم أنه يحظى بثقة مدربه الذي يشاركه في أغلب المباريات أساسي. وقامت الجماهير نادي بريست بإطلاق صفارات استهجان عند خروجه من أرضية الميدان على إثر تبديله الذي جاء في الدقيقة 77 من زمن المباراة بعد أدائه الغير موفق. يا ودي ما لعبش كاع ولا عاود عم يتفرج بعد الملخص فيه 15 دقيقة ما لعبش كاع عاود ما لعبش راه ظالم روحه وكوري واحد القاطر ولا كرك تجري تمركية كرك تجري يحسبوا لك بنت كرة الخليج كرك مي تجري يحسبوا لك بنت أنا نقولها لك. وتخلف النادي بريست في النتيجة يعني وين يبدو أن اللعاب يعني وين خسر وقيلة وتخلف أمام ضيفه لوريون بواقع هدف مقابل هدفين لتضيف هزيمة الأمس سلسلة الهزائم مسجلة في الدوري الفرنسي لتتعاقد أمور الفريق مجددا. ويذكر أن رأس الحربة الفريق الوطني قد أحدث ضجة إعلامية مؤخرا لما حدث له من مشاكل مع الصحافة الرياضية على إثر تواجده في تربص الأخير للفريق الوطني. يعني راك أنت يا مدرب لعاب كيما هذا يعني راك تشوف أنت كمدرب فريق وطني يعني تشوف هذا اللعاب يعني راك ما فهمناش والله شكاين بيناتكم والله لا بصح شكاين كاش قال عبدالله المنتخب الوطني الجزائري يا سي محمد راه براسو غادي يطردوه قلت لكم عبدالله سلفيه سلف انا نقول لكم والله لا سلفيه غير شباب سلفيه كاين اللي يقول لك بلي وي ما يروح يلعب يا ودي يعطوك هاكو كل شبونه شدت كواط وتشوف غادي كانوا غادي تصرى لي حرب لي زيكيب يدو ذراع يخلصوا 100 مليون ويدو 100 مليون اورو يا ودي والله ويشدوا له كواط والله لا تعلق والله 10 سنين يتمرغ في اوروبا كومبلي والله ما كان يديه الشيطان هذا كنت تحسب له كاع لي ماتش قلع لي شبونه برك في الاولى من لايستر سيتي حتى اليوم كنت احسب له شعب من الماتش لعب احسبوا له شعب من الماتش لعب من لايستر سيتي حتى اليوم من اللي راح لايستر سيتي حتى اليوم احسبوا له شعب من الماتش لعب في الانديه الاوروبيه احسبوا له شعب قلعوا لي شبونه احسبوا من اللي راح لايستر سيتي لليوم شعب لعب من الماتش شعب لعب شعب نتوما تعرفوا نتوما عندكم العرف مع انفرتينو قول له يعطيكم التوتال كاع شعب لعب هذه هي اكالي كمل لا صاحبي انت المدرب هذو مناصري ما عندهمش هذو عندهم انتما نادي مسكين يلعب على الطيحه بغيتو تردوه احسن من مانشستر سيتي انتما فاني انتما مطلعين لهم البارام ولاو يشوفوا في روحهم بلي هذا قال ايه اليميني كون راحوا لكم ديمون وش يسلكنا هاو تاشي يسلكنا هاو تاشي يسلكك وش يسلكك وقاعد تهدر هذا ما روحناش وما كاينش الهضره.
لما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو باش نقعدو دايما معكم بجديد ان شاء الله، وربي يحفظكم. صايت وخاطي.